بشأن فترة الأردن وعلى المذكرة المقدمة لقاعدة الخدمات الزراعية والمتابعة في مسائل القمح المستوردة مادة واحد إيقاف العمل بقرار الوزاري رقم 1117 لسنة 2016 في التعامل مع فترة الأردن لوسائل الحمل الواردة من الخارج. مادة 2 يمنع دخول أقماح المصابة بفترة الأردن. مادة 3 على النظر في هذا القرار فيما يخصه ويظهر ما يخالفه من قرار.